انا كيعيطوا لي الديوان الوطني للثقافه والاعلام الريح، راني عارف باللي راح نجوزها شابه وفاميليار وان شاء الله نعجبوا الشعب. رسالتي للجمهور، الجمهور نقول لكم يعطيكم الصحه اللي راهم يدعموا فينا الجمهور، وحنا دائما نطولهم حاجه اللي تعجب الشعب وتكون مقيه، وان شاء الله نقعد ان شاء الله. الحاجه اللي خلتني نوصل هكا للديوان الوطني للثقافه والاعلام والعرس هي التواضع، نتواضع كاع مع الشعب. وانا كيما نقول انا صاحب بيبليك، انا صاحب بيبليك، وان شاء الله كي تشوفوني في المنصه ان شاء الله فيها خير. الحاجة الأولى نقول الرسالة للشباب لو يغني، كما نقولوا لازم يعطي الحاجة اللي تدخل المنازل وتدخل تدخل العائلات وتدخل الحاجة اللي كما نقولوا يكون فيها حاجة مقية، أغنية مقية، ولا كي يهدر مقي، ولا كي يتصور في بلايص مقيين، ولا كي يخدم يدير لي فيديو بلايص مقيين باش يقعد دوجر مقي مع العائلات. الجديد نتاعي ان شاء الله زهري عندي فرينا ان شاء الله، السمانه الجايه راح تخرج ان شاء الله اغنيه جديده.